وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 30 لسنة 2020 بتعيين وكيل في وزارة شؤون مجلس الوزراء. جاء فيه يعين سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة وكيلا لوزارة شؤون مجلس الوزراء على وزير شؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.